يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، بنحاول طبعا ننقل لكم أجواء الساعات الأولى من النادي. يمكن درجة الحرارة بنسبة كبيرة معتدلة، الكبرى أو العظمى 36 والصغرى 20. الموظفين طبعا متواجدين في الصباح الباكر لاستقبال الأعضاء. يمكن توافد الأعضاء مختلف الأيام الحالية، بعد ما طبعا النادي بيغلق أبوابه الساعة 9 التزاما بالإجراءات الحكومية طبعا لمنع أو التخوفات من تفشي فيروس كورونا. فده يمكن بيجبر الأعضاء بصورة كبيرة إن هم يكونوا متواجدين أكتر في الساعات الأولى من صباح اليوم. كمان خلينا نبارك لدكتور سعد شلبي، النهاردة بيباشر عمله لأول يوم بعد طبعا تعيينه مديرا تنفيذيا للنادي بعقد عدة اجتماعات هامة. بنبارك لدكتور سعد وإن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق. أما بقى على صعيد الألعاب الأخرى، فرجال الطايرة بيستعدوا على قدم وساق لمواجهة الاتحاد إن شاء الله يوم الجمعة ضمن المباراة ضمن مؤجلات المباريات في بطولة الدوري. النادي الأهلي متصدر جدول المسابقة برصيد 55 نقطة، ويليه نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 50 نقطة. سيدات الأهلي أيضا في الكرة الطائرة بيستعدوا اليوم وإن شاء الله طبعا غدا لمواجهة نادي الطيران يوم الجمعة إن شاء الله في مباراة دور الـ16 ببطولة كاس مصر. طبعا سيدات الطائرة لسه أجواء فوزهم ببطولة الدوري يعني في صدد كبير جدا هنا داخل مقر النادي، وبيسعوا طبعا وبيحلموا بتحقيق الثنائية ببطولة الكاس، وإن شاء الله بطولة الكاس بعد ما طبعا ما حققوا الدوري الاثنين الماضي. كمان يعني يمكن نجومنا تواصلنا معاهم في معسكر منتخب مصر المغلق في الغردقة، واللي يكون طبعا لمدة أسبوعين استعدادا لبطولة أو فعاليات بطولة طوكيو 2021. منتخب مصر طبعا بيستعد بصورة كبيرة جدا في الغردقة، معسكر صارم. نجومنا يعني حابين نفكركم ب يعني أسماء نجوم النادي الأهلي المتواجدين في قائمة منتخب مصر في الغردقة: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، إبراهيم المصري، عمر سامي، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، أحمد هشام سيسا، عمر كاستيلو. دي يمكن كانت أبرز الأخبار هنا من داخل مقر النادي. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلة العزيزة. طبعا يعني دايما رسائلكم وافية وكافية وفيها من المعلومات يعني كتير جدا الحقيقة، وخصوصا كمان مش بس بنتكلم على أخبار الفرق الرياضية، حتى كتير جدا من الاوقات بيتطرقوا لدرجه الحراره بالزبط. المرور عامل ازاي، عشان برضو لو حد من الناس حابب يروح النادي. فاحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر.